من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد برافو 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 مساء الخير يا أطفال. إذا مرحبا بكم في حصتكم المفضلة مع عمو يزيد في هذا اليوم. وش راك ياسر؟ ها؟ قول لهم حاجة؟ ها؟ قول ياسر. جيت عند عمو يزيد. إذا نرحبوا بياسر. عنده مرض التوحد. ربي يشفيك إن شاء الله. يا أخي ياسر شوف وش حال الشباب. ها؟ واشن؟ شنو تقول لهم؟ الله يبارك الله يبارك ربي يسر ان شاء الله. مرحبا بك ياسر. اذا التفاتة لكاع اللي عندهم مرض التوحد، احنا من خلال حصة عمو يزيد نحاولوا في كل مره نمروا رساله تضامن، رساله وقوف مع اصدقائنا الاطفال. يا اخي اطفال لازم الانسان يكون دائما مساعد لاخيه. اليوم كاين يوم مهم في هذه الفتره. هذا اليوم يصادف يوم 20 جوان في هذه الفتره اللي هو اليوم العالمي للاجئين، دونك لا جورني انترناسيونال دي ريفوجي. على بالكم بلي كاين ناس في العالم الحروب وكامل ما خلات لهمش مأوى، يعني ما عندهم لا دار لا والو، يصبحوا لاجئين. يعني لما يتحركوا يروحوا يهاجروا كامل يصبحوا لاجئين، يفقدوا الوطن يفقدوا المأوى وكامل. احنا اليوم نتوقفوا باش نضمنوا مع هاد اللاجئين هادو، وراني درت لكم أغنية مفاجأة. قبل الأغنية نطرح عليكم اللغز اليوم كالمعتاد، أنتم وأصدقاء الأطفال اللي راهم يشاهدوا فينا عبر موقع الإنترنت يقدروا يشاهدوا عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com بالطريقة التالية. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذن يا أطفال لغز اليوم يقول: أتنقل من مكان إلى آخر بدون أن أتحرك، من أنا؟ أتنقل من مكان إلى مكان بدون أن أتحرك، من أنا؟ معلش على بالي انتم شاطرين، فكروا الى غايه نهايه الحصه وتعطوا لي الجواب. انتم زملائنا واصدقائنا الاطفال اللي يشاهدوا فينا. قبل هذا الشيء على بالكم يا اطفال في هذه الفتره يوم 17 من شهر رمضان المعظم، تعرفوا واش هي المناسبه؟ نقول لكم كاين مناسبه عزيزه علينا تمت في 17 من شهر رمضان المعظم. هي تعرفوها؟ تعرفيها بنتي؟ وقفي روحي قولي لي. تعالي واسمك بنتي؟ ملاك. ملاك واش هي المناسبة؟ غزوة بدر. غزوة بدر، برافو. تصفيق عليها تصفيق عليها تصفيق عليها تصفيق عليها تصفيق عليها. غزوة بدر، على بالكم باللي الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر كانوا صايمين. إذن تمت في 17 من رمضان، وكانت غزوة اللي فازوا فيها ونجحوا فيها الصحابة في هذاك الوقت، كانت أول غزوة. إذن أنا حبيت لو كان نقولوا لأيمن الباحث يديرنا بحث عن غزوة بدر، واش رأيكم؟ يلا نرحبوا بأيمن. تفضل تفضل أيمن. برافو. مساء الخير يا أطفال، اليوم جيت نحكي لكم على غزوة بدر. غزوة بدر وتسمى أيضا غزوة بدر الكبرى، هي غزوة وقعت في 17 من رمضان في العام الثاني من الهجرة الموافق 13 مارس 624 ميلادي بين المسلمين بقيادة رسول إسلام محمد وقبيلة قريش، ومن حالفها من العرب بقيادة عمر بن هشام مخزوم القريشي،
وتعد أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة. وبدر البئر مشهورة تقع بين مكة والمدينة المنورة. بدأت المعركة بمحاولة المسلمين اعتراض عير قريش متوجهة من الشام إلى مكة، يقودها أبو سفيان بن حرب، لكن أبا سفيان تمكن من الفرار بالقافلة وأرسل رسولا إلى قريش يطلب منهم العون ونجدتهم، فاستجابت قريش وخرجت لقتال المسلمين. كان عدد المسلمين في غزوة بدر 310 رجالا، معهم فرسان و70 جمالا، وكان تعداد جيش قريش 1000 رجل ومعهم 200 فرس، أي كانوا يشكلون 3 أضعاف جيش المسلمين من حيث العدد تقريبا. انتهت غزوة بدر بانتصار المسلمين على قريش، وقتل قائدهم عمر بن هشام، وكان عدد من قتل من قريش في غزوة بدر 70 رجلا، وأسر منهم 70 آخرون. أما المسلمون فلم يقتل منهم سوى 14 رجلا، 6 منهم من المهاجرين و8 منهم من الأنصار. تمخضت عن غزوة بدر عدة نتائج نافعة بالنسبة للمسلمين، منها أنهم أصبحوا مهابين في المدينة وما جاورها، وأصبح لدولتهم مصدر جليل للدخل وهو غنائم المعارك. بذلك تحسن حال المسلمين المادي والاقتصادي والمعنوي. شكرا 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 أيمن، شكرا 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 شكرا. يا أطفال، مقبلة كنا نتكلموا على اللاجئين. عمو يزيد دار لكم أغنية مهمة جدا، نقول فيها باللي في الدنيا هذه ما نقدروش نعيشوا من غير الحب. يا أخي الحب مهم في حياتنا، نحبوا والدينا، نحبوا دراستنا، نحبوا زملائنا، نحبوا أصدقائنا، نحبوا جدتنا، نحبوا جيراننا، نحبوا بعضنا بعض، نحبوا الوطن. يا أخي حب الله. إذن من غير الحب ما نرضى، لازم الحب في الحياة. تغنوا كامل معايا من غير الحب. يا أخي من غير الحب ما نرضى، لا 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 ما نرضى، نكره ونحقد ونعادي، خليها الدنيا فوضى. من غير الحب ما نرضى، لا 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 ما نرضى، نكره ونحقد ونعادي، ونخليها الدنيا فوضى. الله بالحب أولى، سبحان رب المولى، أمرنا بالحب ربي ونهانا لا نكره لا لا. الله بالحب أولى، سبحان رب المولى، أمرنا بالحب ربي ونهانا لا نكره لا لا. من غير الحب ما نرضى، لا 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 ما نرضى، نكره ونحقد ونعادي، ونخليها الدنيا فوضى. نكره لا نعرف نحقد، في الدنيا قلب واحد، أفرحنا تحيا وتعاود، أحزننا أين عن تبعد. لا نكره لا نعرف نحقد، في الدنيا قلب واحد، أفرحنا تحيا وتعاود، أحزننا أين عن تبعد. من غير الحب ما نرضى، لا 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 ما نرضى، نكره ونحقد ونعادي، ونخليها الدنيا فوضى. بالحب الأخوة تحيا، يعني الدين في الدية، لا نرضى يفرقنا عدو،
وقلوبنا تبقى منسية بالحب الأخوة تحيا يعني الدين في الدية لا نرضى يفرقنا عدو وقلوبنا تبقى منسية من غير الحب ما نرضى لا 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 ما نرضى نكره ونحقد ونعادي ونخليها الدنيا فوضى لا 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 ما نرضى ونخليها الدنيا فوضى نحبك يا أرضي وبلادي يا حضني كنزي وزادي نفديك بدمي وروحي من بعد أهلي وولادي نحبك يا أرضي وبلادي يا حضني كنزي وزادي نفديك بدمي وروحي من بعد أهلي وولادي من غير الحب ما نرضى لا 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 ما نرضى نكره ونحقد ونعادي ونخليها الدنيا فوضى من غير الحب ما نرضى لا 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 ما نرضى نكره ونحقد ونعادي ونخليها الدنيا فوضى. شكرا 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 شكرا. عجبتكم الأغنية يا أطفال؟ إذن من غير الحب ما نرضى نكره ونحقد ونعادي ونخليها الدنيا فوضى. الدنيا تكون فوضى من غير الحب يا أطفال يا أخي. إذن وش رأيكم دركا؟ تحبوا ألعاب الخفة؟ يلا كامل نعيطوا دركا العم مراد اللي جانا من مدينة الورود البليدة. تفضل عم مراد تفضل. شكرا 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 شكرا. برافو 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 برافو. يا اطفال وش رايكم دركا؟ تحبوا الحكايات؟
يلا دركا نروح نحكي لكم حكاية الضفادع المتشابهة. يلا برافو 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 يا أطفال. أو معنا ياسر، ياسر اللي من خلاله نديروا تحية لقاع الأطفال اللي عندهم مرض التوحد الأوتيزم، لأنه باش نساندوا والديهم كذلك، لأنه عمل شاق، عمل شاق أنك يكون عندك طفل هكذا وكامل. إذن تحية لقاع الوالدين اللي عندهم ولادهم مرض ويعتنيوا بهم، إذن رانا معهم بقلوبنا وربي يوفقهم إن شاء الله، لأنه عمل شاق وصعب. وانتم شكرا 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 شكرا. والإنسان والإنسان لما ربي يعطي له صحته ولولاده يكونوا بصحتهم، مليح أنه يحمد الله، لأنه هذه نعمة، نعمة كبيرة ما عندهاش ثمن، يعني تفوق كل غنى، يعني ما نقدروش نقيموها بأي بأي قيمة كانت. يا أخي إذن كما قلت لكم مقبلة، نحكي لكم هذه الحكاية. هذه هي تاع الضفادع المتشابهة. واحد النهار كانت مجموعة من الضفادع كانوا في البركة هكذا ويتكلموا هكذا، وقالوا لهم ما عندناش زعيم، ما عندناش واحد حنايا يعني قائد، قائد تاعنا هكذا اللي ناخذوا برايو كي يكون عندنا مشكل نستشيره كامل. راحوا عند ملك الغابة، راحوا عند ملك الغابة قالوا له يا ملك الغابة حنا عندنا مشكل، نحتاجوا قائد. قال لهم شوفوا، قال لهم روحوا وانا دوك نبعث لكم إشارة، كي تشوفوا هذيك الإشارة جات هذيك هي باللي هذاك هو الزعيم تاعكم. قالوا بصح كيفاش نعرفوا؟ قال لهم كي تجيكم الاشاره تعرفوا. اذا راحوا هكذا قعدوا في البركه ديالهم. واحد النهار خرج هكذا جدع شجره في البركه، خرج هكذا من البركه جدع شجره، قالوا اه هذا هو الاشاره سير، وقعدوا وقالوا هذا هو الزعيم تاعنا، هذا هو القائد تاعنا. وقعدوا هكذا، قعدوا هذاك هو القائد يستشيروه، ما يجاوبهمش، ولكن قالوا مادام ملك الغابه قالنا راح جينا اشاره، قعدوا يستشيروا فيه كامل. واحد النهار جا مر واحد الحيوان هكذا، قال لهم واش راكم ديروا نتوما؟ قال لهم هذا هو القائد تاعنا ورانا نستشيروه وكذا. قال لهم راكم غالطين، راكم غالطين ومشي هكذا. قال لهم شوفوا دوك نضربوا بحجره هكذا، دوك شوفوا ما يدير لي والو، هذا اذا كان زعيم رايح على الاقل يدير لي عقوبه. ضربوا بحجره ما كان والو. ومن بعد راحوا عند ملك الغابه قالوا له كيفاش قلت لنا اشاره؟ قال لهم مشي هذيك هي الاشاره مازال ما جاتش. وزعفوا قالوا كيفاش وحنا لازمنا قائد وما تفهمناش وما اتفقناش وهذه. بعد رجعوا للبركه قعدوا يستناو يستناو، حتى خرج فيهم واحد الثعبان كبير هكذا حب ياكلهم كامل، حب ياكلهم هذاك الثعبان. وعلاش؟ لانهم ما قدروش يتفاهموا فيما بعضهم باش يكون عندهم قائد فيما بينهم. عمو يزيد كي نسمعوا هذه الحكايه نفهموا باللي الاتفاق يؤدي الى النجاح. بالضبط 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 بوبي. وكان من الاول هاد الضفادع تفاهموا وداروا قائد من بينهم واتفقوا عليه، الاتفاق هو اساس النجاح، لازمنا نكونوا متفقين، ما لازمش بزاف الجدال. يا اخي يا اطفال يلا برافو برافو برافو. يا اطفال انا حبيت نسالكم حاجه، ما دامنا في شهر رمضان المعظم، شكون اللي يعاون في الدار في الطياب؟ شكون اللي يعاون في الدار؟ شكون اللي يعاون؟ وقف وليدي، اروح اروح قول لي واسمك. ابراهيم. ابراهيم تعاون في الثياب؟ ايه. واش تعاون؟ واش دير؟ انا تباصل كذا. تغسلهم ولا واش دير لهم ولا تحطهم فوق طابله؟ نحطهم فوق طابله ونغسلهم. تحطهم فوق طابله. برافو برافو وليدي، برافو برافو برافو. شكون اللي يعاون ثاني في الثياب؟ واسمك بنتي؟ رشا. رشا وين تسكني رشا؟ في دالي ابراهيم. في دالي ابراهيم تعاوني ماما في رمضان؟ اه. واش ديري؟ طيب شلاده. طيب شلاده، تواسي شلاده باسكو شلاده ما طيبش، ولا شلاده شلاده تاع بالك شلاده مشويه، ولا كاين شلاده اللي طيب؟ لا لا شلاده راه سلاد فيرت وكامل. شاطره شاطره شاطره. شكون اللي يعاون ثاني؟ بنتي واسمك بنتي؟ كاتيا. كاتيا وين تسكني؟ في العاشور. في العاشور تعاوني ماما ثاني؟ نعم. فاش تعاونيها؟ في لاسوب. لا سوب، واش من سوب بنتي؟ لا سوب شربة، الحليب شربة. شربة. برافو 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 شاطرة. شكون اللي يعاون ثاني؟ واسمك؟ محمد. محمد، واش تعاون في رمضان؟ واش دير؟ نغسل طباسة. تغسل طباسة، برافو برافو برافو، شاطر شاطر.
شاطر شاطر. روحي بنتي تعالي. تعالي بنتي. تعالي بنتي. واسمك بنتي؟ مرام. ها؟ مرام. مرام الله يبارك. وين تسكني مرام؟ في الجزائر. في الجزائر. واش ديري كي تعاوني ماما؟ ندير شلاضة. شلاضة تاني. برافو برافو بنتي. برافو برافو. شكون انت تاني؟ اوه سنشوفوا العروسة هذه. روحي بنتي تعالي. تعالي. قولي لنا واسمك؟ ميلان. كيفاش؟ ميلان. واش ديري كي طيبي؟ نطيب طعام. اوه برافو. طيبي الطعام. برافو بنتي. برافو برافو. برافو. شاطرين. عبالكم على سقسيتكم. لأن اليوم نور الهدى وياسمين داروا لنا أن بلا. عبالكم الأطفال هادو سي دي بلا للأطفال. لي بلا هادو الأطفال يحبوا التحلية لي ديسار وكامل. راح نروحوا مع نور الهدى نشوفوا واش دارت لنا اليوم مع ياسمين. يلا. تفضلوا. مساء الخير يا أطفال. بمناسبة رمضان الكريم اليوم بديت نقدم لكم كيك وشوكولا. كيك وشوكولا تحبوه؟ يلا نشوفوا كيفاش طيبوه باش العشية كاع تروحوا طيبوه. هاي نبداو بالمقادير. نسحقوا كاس حليب. كاس حليب وربع حبات بيض، كاس سكر وزوج كيسان فارينة، كاس زيت وزوج مغارف كبار كاكاو وزوج صاصيات لا ليفور. وللتزيين نسحقوا معجون. معجون كونفيتور تاع ماش؟ جبت هنا دي فريز. اوكي كونفيتور دو فريز فراوله وفيرميسال سكري. داكور داكور داكور. يلا تبعوا يا اطفال. دوك نديروا الخلطه. اوكي نبداو بكاس حليب. كاس حليب رامي. يلا فوالا. اوكي ومن بعد واش نديرو؟ نديرو بحبات بيض. نديرهم كامل بالبلون بالجون يا اخي. اوكي بالبيض بالصفر تاع البيض اربع حبات. وكاس سكر. كاس سكر. يلا نخلطوهم بالباتور. نخلطوهم بالفوي. الفوي حمو يزيد ما يعرفش يطيب. ما يعرفش الفرق بين الباتور والفوي. هذا الفوي ملا. خلاص شحال نخلطو هكذاك؟ 30 ثانية دقيقة زوج دقيقة هكذاك؟ اوكي نخلطو هكذاك 1 مينوت ابوبري نخلطو. ومن بعد نزيدو زوج كيسان فارينة. زوج كيسان فارينة. يلا زوج كيسان فارينة. كاس زيت. شحال؟ كاس زيت. كاس زيت. شفيتوا لازم تشفاو. زوج كيسان فارينة وكاس زيت. ونزيدو كاكاو. كاكاو. زوج مغارف كبار. شحال؟ زوج مغارف كبار. زوج مغارف كبار. اوكي. و دو باكي لا ليفور. خميرة. خميرة. شحال باكي؟ زوج. زوج. زوج باكيات تاع الخميرة لا رو لا لوفور. اوكي ونخلطو. اوكي اوكي نخلطوهم واحد دقيقة هكذاك ولا؟ دقيقة وزوج دقائق. زوج دقائق. اوكي إذا تخلطوهم دقيقة حتى لزوج دقائق يا أطفال. بصح ما تكونوش وحدكم كي تكونوا ديروا يا أخي يكون معكم واحد كبير. ها بهلكو. ما لازمش لازم يكون معكم واحد كبير على الأقل. خاصة كي ديروا حاجة في الفور ولا يكون معكم واحد كبير يا أخي بالكم من النار. هاي نحبوكم ونخافوا عليكم يا أخي يا أطفال. هاي واش نديروا دركا؟ دوك نديروه في المول. نديروه في المول. نديروه في المول. ندهنوا المول بالزبده ولا بالزيت؟ اوكي ندهنوا المول بالزبده.
بعداتك ندخلوه في الفوق. الفرن كنا سخناه من قبل ولا لا؟ كنا سخناه. اوكي. 5 دقائق و10. شحال من درجة؟ 180. اوكي. نسخنوا الفور 5 دقائق في 180 درجة يسخن ومن بعد درجة الحرارة 200. 200 شحال نخلوه يطيب؟ من 25 دقيقة 35 دقيقة. داك. برافو. إذا دركا طريقة التزيين. طريقة دركا كي خرجناه من الفور دوكا نزينوه نسقموه. ها هي واش نديروا له؟ نديروا كونفيتور. كونفيتور دو فريز. قادره تكون اي كونفيتور تي خير تي فريز يا اخي. اوكي. ومن بعد داكور. ومن بعد واش نديروا له؟ نديروا هذا مع فيرميسيل سكري. فيرميسيل سكري. داكور داكور داكور. هايل 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 هايل. فوالا واش هي طيبه هكذا. هي خلاص واش هي طيبه ان شاء الله. شكرا. يا اطفال درك لحقنا لواحد الركن اللي نحبوه بزاف هو الركن اللي جو تحكوا لي النكت. شكون اللي عنده نكته جميله؟ ارواح ولدي تعال تعال. انا عندك خلاص وجد اقعد. واسمك ولدي؟ زكي عبد السلام. عبد السلام. وين تسكن عبد السلام؟ دلس. في دلس. خيار الناس. احكي لنا نكته تاعك. واحد النهار واحد الطفل راح مع ما راح يشري راح يشراو كوجاك. من بعد كي ولا طاحت له في الطريق قالت له يماه ما تلفتهاش باش يحسها الشيطان. كي زادوا شها شويه طاحت يماه. من بعد قالت له وليد عاوني باش نوض. قالت له قالها لا لا حتى انت اللي حسك الشيطان. تفضل تفضل. شكون عنده نكته؟ تعالي تعالي بنتي روحي تعالي 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 تعالي. قعدي قدامي بنتي. واسمك؟ ميلان. ها؟ ميلان. واش بك عيانة هكذا؟ عيتي؟ نورمال تكوني نشيطة. واش عارفي عمرك؟ 5 سنين. الله يبارك. وين تسكني؟ في بير خادم. في بير خادم. وين تقراي؟ في مفتي زكريا. مفتي زكريا وين هذه؟ في الحاسي. واش من حاسي؟ حاسي مسعود. حاسي مسعود. دوك تروحي حتى جيتي من حاسي مسعود وتروحي لحاسي مسعود. برافو برافو. عطوها تحية. جات من بعيد. جات من بعيد بنتي هذه. احكي لنا النكتة تاعك. كانت واحد النملة. ايه؟ كانت خايفة من واحد قالت نخاف من الأسد. إيه؟ وتخاف من الفيل. إيه؟ خلاصت؟ تخاف من الأسد والفيل في زوج. هي برافو 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 بنتي تفضلي. يلا احكي لنا. احكي من الميكرو. كان واحد الخطا. واسمك؟ عادل. عادل. وين تسكن عادل؟ في دايبرايم. دايبرايم. اوكي مرحبا بك عادل. احكي لنا النكتة. كان واحد الخطا واحد لمها قال بكيت في الطاكسي. كانت تمد الطاكسي هذاك اللوز وتاكل الشوكولاته. برافو. تعالي بنتي تعالي 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 بنتي تفضلي. واسمك بنتي؟ راشا. شحال في عمرك؟ 9 سنين. وين تسكني؟ دالي ابراهيم. دالي ابراهيم. تعرفي عادل؟ عادل تعرفيش؟ بارك جارك. احكي لنا النكتة تاعك. كان واحد الخطرة واحد الأولاد تحرقت دارهم. راح باش يعيط لي بومبي باش يكتب 14 كتب 41. كي جاو لي بومبي جاوب الماشريير. اوكي اوكي. اروح ولدي تعال 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 تفضل. واسمك؟ انيس. شحال في عمرك؟ 7. وين تسكن؟ زي ابراهيم. شحال في عمرك؟ 7. 7 ايام. 7 شهور. لا 7 ايام. لا شحال؟ 7 سنين. 7 سنين. عم بلي 7 شهور. هيا احكي لنا النكته تاعك. كان واحد جزائري وكان واحد فرنسي وكان واحد اسباني. طاحت لهم ساعه تذهب
بيك تشبك الفرنسي غرق، تشبك الاسباني غرق، يوصل ديال الجزائري قال لهم دولي لابوي. قفز قفز، برافو 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 يا اطفال. واش رايكم دركا نروحوا الجواب عن اللغز؟ انتقلوا من مكان الى مكان بدون ان نتحرك. من انا؟ قولي لنا بنتي، وش وجهك؟ لا لا، مش الريح، طائرة. مش الطائرة بدون ان تتحرك؟ لا لا، تحرك. بيروكي. برافو برافو، مليح. شو عنده جواب؟ استنى نشوف هاد الشابة هادي. قولي لي بنتي، وش هي؟ سحابة. لا لا، تتحرك سحابة، حاجة تنتقل من مكان إلى مكان بدون أن تتحرك. الهاتف. لا 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 لا، الهاتف يعني يربط بيناتنا بدون أن يتحرك، ولكن هذا الشيء الأرض. ماشي الأرض، ماكش بعيدة بزاف. البحر. البحر، ماشي البحر. خصنا تشوف نشوفوا واش هو؟ دمية. دمية. لا لا، ماشي الدمية. القمر. ماشي القمر. صوت. طريق. صوت. 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 لا لا، ماشي الصوت، صوتي انت. سماء. ماشي السماء. قولي. البحر. ماشي البحر. الشمس. ماشي البحر. الشمس. ماشي الشمس. يلا قول. حطبة. حطبة. لا لا، الحطبة تتحرك. واشن؟ شكون؟ واش هو؟ الطريق. الطريق، هو الطريق. أروحي بنتي، تعالي تعالي، أعطيه الهدية تاعها. برافو. أروحي بنتي، فوالا، برافو برافو على الجواب تاعك، كان هو الطريق. إذن عمو يزيد يهدي لك سيدي ألبوم مدرستي، ويهدي لك كذلك قبعة مع عمو يزيد. يا أخي بالتوفيق بنتي، تفضلي. عفوا 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 عفوا. كاين عيد ميلاد شمس الدين 7 سنوات، تفضل شمس الدين نحتفلوا بعيد ميلادك. تعال 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 ولدي. إذن شمس الدين احنا رايحين نغنوا له عيد ميلادك أحلى عيد، أصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاتو تاع شمس الدين وإحنا نغنوا له. يلا عيد ميلادك أحلى عيد، تعال. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. الله يبارك فيك ويزيد، نقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهل ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهل نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيله، وجمال هدايا يهدوله هيا نصفق ونغنيله.
إذن لا تحزن. إذن سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة زوج واحد. برافو 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 برافو. إذن شمس الدين عندك شهادة المشاركة في إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. هذه الشهادة هديها لك عمو يزيد، وانتوما كامل غير تخرجوا الشهادة تاعكم راهم واجدين باش تاخذوهم معكم اليوم كامل وتعلقوهم في المنزل بقى لكم كذكرى. يا أخي تفضل. إذن احنا راح تقطعنا الكاتو وأنا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل في نفس التوقيت على نفس القناة. سلام، حبكم يا أطفال. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا، أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.